Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать в программу «Привет!». يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم المدرس خالد بقاعي، مدير ثانوية الباسل للمتفوقين. طبعا عن تجربة اللغة الروسية بثانويتنا، نحن بفضل الله بثانوية الباسل المتفوقين في عنا تدريس اللغة الروسية من الصف السابع للبكالوريا. طلابنا باللغة الروسية عم بيأدوا ويعطوا شيء كتير حلو، فقدروا يوصلوا لمستويات كتير عالية، حتى انه نشاركوا بكتير فعاليات وكتير تظاهرات وكتير مسابقات باللغة الروسية. حتى في عنا بعض الطلاب تفوقوا على الطلاب الروس أنفسهم بإلقاء الشعر باللغة الروسية، في منهم كمان سافروا لروسيا وحضروا كمان فعاليات وتظاهرات ومهرجانات هنيك بروسيا، ان كان منها تعليميه وان كان منها ثقافيه، وعادوا بعلاقات كثير حلوه مع الطلاب الروس ومع الطلاب الناطقين باللغه الروسيه، وهي التجربه كمان افادت بلغتهم الروسيه، صارت اخوه وقدروا كمان يفيدوا طلابهم ورفقاتهم اللي كانوا عنا هون، ففي عندهم صار خبره كثير كبيره. فنحن هون بالثانويه الباسل صار في عنا خبره كثير عاليه بتدريس اللغه الروسيه، فلذلك بدعو اي حدا من الطلاب اللي حابب يشارك ويدرس لغه روسيه انه ينتسب لعنا، فان شاء الله حيلاقي الخبره والمهاره بالتدريس والفائده اللي متوقعه بتدريس اللغه الروسيه. Здравствуйте. أنا اسمي زين العابدين زيني من مدرسة الباسل المتفوقين الصف الثالث الثانوي. أنا بدرس اللغة الروسية بالمدرسة. سافرت على روسيا السنة الماضية، كانت سفرة كثير حلوة وتعرفنا على ثقافة جديدة، الثقافة الروسية. كانت أول مرة إلي سفرة برا البلاد. كانت هي السفرة على معسكر أرتيك بجزيرة القرم، كان في مسابقة هناك اسمها نجم أرتيك، شاركت بالمسابقة وفزت فيها. هي أول مرة حدا سوري أو حدا من برا روسيا بفوز بهي المسابقة. كانت هي المسابقة عبارة عن استعراض مواهب. أنا عزفت على آلة القانون، طبعا هنيك ساعدوني الروس انه صاروا يصوتوا لي، كان في تصويت انه كثير كبير من الروسيين. تعرفت هنيك على كثير عالم كانوا كثير مناح معنا وشافوا انه الثقافة العربية ثقافة حلوة. بعدين رجعنا علقنا هنيك بسبب الثلج، طولنا يعني ضلينا هنيك شهر و20 يوم، كانت سفرة بتجنن كثير. بعدين لما رجعنا لهون حسينا بالفرق، انه لما كنا هنيك عم نحكي روسي طول الوقت، رجعنا لهون اللغة الروسية تبعتنا فرقت، صارت أحسن حتى بالمدرسة. بالمذاكرات كنا نقدم تصير علاماتنا اعلى. من الاشياء استفدت منها بالسفره، تعرفت على عالم هنيك كثير ساعدوني باللغه، انه صاروا يساعدونا كيف نحكي، كيف لانه اول شيء كنا بس نفهم عليهم ما نعرف كيف نحكي، انه اللغه كانت لغه انه متعلمينهم بس انه مو فايتين فيها مثل اللغه انه مثل العربيه كيف نحن نحكي بالعاميه، هنيك نفس الشيء، فصرنا نتعود معهم كيف يحكوا، صرنا نفهم عليهم، بعدين صرنا نحكي معهم شوي. هذا ساعدني كمان هون لما رجعت صارت لغتي احسن، يعني صرنا نستفيد بالمدرسه انه صرنا ناخذ درس بشكل اسرع، تكون علاماتنا اعلى، نفهم مع بعض اكثر، ويصير درس بالصف نموذجي انه يصير نحن نفهم اكثر، انه صار لما الآنسة تحكي بالروسي نفهم كل شيء عليها، وصار درس نموذجي. شكرا طبعا للآنسة مريم اللي كان دائما تساعدنا، والاستاذ ايمن سافر معنا على روسيا كان يساعدنا دائما بالترجمه اول فتره، وكنا بس انه نفهم ما نعرف نحكي، كان هو يساعدنا بالحكي. سيم زدراسويتي، انا الطالبه ضحى عام ثانويه الباسل المتفوقين صف الثالث ثانوي اللي هو بكالوريا. انا كنت من الطلاب اللي طلعوا السنه الماضيه على معسكر ارتك بجزيره القرم بجمهوريه روسيا الاتحاديه. كلمه روسيا اصلا بتعني لي كثير، لان انا لما كنت صغيره كنت عايشه هناك. الثقافه ولا اللغه ولا العالم ولا الطبيعه ولا كل شيء بكلمه روسيا فعليا بيعني لي كثير، وذكريات كثير حلوه كل ما اسمع كلمه روسيا بتذكرها.
السنة الماضية لما طلعنا أول ما عرفت إنه بدنا نطلع فأنا إنه كنت هي أخيراً رح نطلع، يعني إنه روسيا مرة تانية الذكريات كلها رح أرجع عيدها من الصفر. مش وصلنا لهونيك أول ما نزلت كنت عم أبكي بصراحة إنه بدي ماما، بس إنه لا أنا مبسوطة يعني. أول ما وصلنا على المعسكر بصراحة أنا كنت مذهولة، وقفت لمرحلة إنه عن جد هذا هيك إنه أول مرة الواحد بيكون بهيك معسكر، وتحديداً إني كنت قارئة عنه عن النت، فإنه الواحد لما يشوفه على أرض الواقع بينصدم إنه ياي عن جد نفس الصورة. أنا كنت كثير مبسوطة إنه نحن قدرنا نحكي مع عالم بلغة روسية، نتعلم معهم بنفس اللغة اللي نحن متعلمينها بالمدرسة، يعني طلعت من نطاق إنه هي لغة عم نتعلمها لنجيب علامات لشيء نحن عن جد عم نتعلم فيه ونشتغل فيه بحياتنا. تعاملنا مع الأصدقاء الروس كانوا كثير 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 لطيفين معنا، وفكرة إنه نحن جايين عرب إجوا عنا إنه يي كيفكم شو أخباركم، يتعرفوا علينا ونحن إنه لسه مو متعودين على اللغة، فجأة إنه هيك بدك تحكي باللغة، فإنه انصدمنا أول شيء، بس بعدنا شوي شوي قدرنا نتواصل معهم وقدرنا الحمد لله نحكي باللغة الروسية منيح. كثير انبسطوا منا، شافونا بنحكي روسي مثلا، عنا اطلاع على اللغة على الثقافة، شافوها شغلة غريبة إنه ياي عن جد العالم عم يهتموا بلغتنا نحن. تواصلنا لهلا ما انقطع معهم، كل فترة بيحكونا، وحتى في منهم كثير أعجبوا باللغة العربية وصاروا هلا عم يتعلموا عربي. كلمة المعسكر أرتك كمان صار هلا ذكريات كثير كثير حلوة، عائلة ثانية إلي بروسيا، أصدقاء، رفقة، محبة، كل شيء. بريفيت، أنا الطالب محمد أشقر من مدرسة الباسل للمتفوقين بالصف الثالث الثانوي. كنت من الطلاب المختارين السنة الماضية لحتى سافر على روسيا على المعسكر أرتيك، اللي هو كان منطقة جميلة جدا، كان في طبيعة، كان في بحر، كان في أطفال من مختلف أنحاء روسيا، تعرفنا عليهم، تواصلنا معهم، كانوا تقريبا بأعمارنا، نفس تفكيرنا. هنيك مارسنا اللغة الروسية ممارسة تطبيقية، يعني مو بس ممارسة مدارس تعلم قواعد، لا، حكينا فيها وتواصلنا فيها. صراحة الثقافة الروسية كانت جميلة جدا، غنية، متنوعة، أضافت شيء هيك خبرة لحياتنا، تمام، إنه كيف نعتمد على حالنا، يعني تعرفنا كيف إنه بيتعاملوا مع بعض، كيف بيحترموا بعض. كان في اختلافات شوي بيننا وبينهم، بس كانت هي اختلافات نقطة جذب لبين بعض لحتى نتعرف على بعض أكثر. السفرة تركت عنا كثير ذكريات حلوة، لدرجة إنه نحن وصلنا للمعسكر بيوم 20/10، هو كان نفسه يوم عيد ميلادي، فبتفاجأ باليوم الثاني، اليوم الأول ما كان في وقت لحتى ينظموا، كانوا عاملين لي عيد ميلاد. هي القصة مو بعيد الميلاد، هي القصة بالاهتمام، كان عندهم اهتمام تجاهنا وهذا الشيء كان كثير حلو، بالإضافة إنه نحن قدمنا كثير شغلات حلوة. مثل رفيقي زين وقت ما فاز بنجم أرتيك عطى صورة حلوة إنه نحن كمان عنا ثقافة ومنهتم بالفن. Thank you.
احد اسباب تميز مدرستنا باللغه الروسيه هي اتفاقية توأمة وتعاون مع المدرسة الرئاسية التابعة للكرملين بروسيا، واللي تنفذت من العام الماضي، وصار في كتير تبادل خبرات ومهارات، حتى صار في بعض اللقاءات أونلاين بيننا وبين الطلاب الروس وبيننا وبين بعض المدرسين الروس من هون من مدرستنا للمدرسة الرئاسية الروسية. فلذلك كان في تعاون وكان في جهد مشترك بيننا وبين الطلاب الروس وبيننا وبين هاي المدرسة، فهذا كان عامل كتير مهم بتقوية اللغة الروسية بثانوية الباسل المتفوقين. نتمنى لكم كل توفيق وكل خير أحبائي الطلاب. Здравствуйте. اسمي دارين الخضر من الصف الأول الثانوي بثانوية الباسل المتفوقين. أنا طالبة روسي بتعلم اللغة الروسية بمدرستي وبالمركز الثقافي الروسي. اللغة الروسية هي لغتي الأم الثانية، والدتي روسية. أنا كتير بحب اللغة الروسية، هي تعتبر لغة كتير مميزة وفريدة من نوعها، تاريخها كتير مميز، تطورت عبر الزمن، كتير مهم نحن نتعلمها وندرسها. بالإضافة إنه بمدرستنا الأنسة مريم محمد كتير عم تعطي اهتمام لهي اللغة، عم تعطينا قواعد، بعض الأفكار المميزة عم تهيئنا، بتعطينا كتير أفكار حلوة، بتحفظنا أشعار أغاني، بتقدم لنا نشاطات حلوة. عندي نشاطات أيضا بالمركز الثقافي الروسي، أنا بتعلم اللغة الروسية هنيك بحدود 3 سنين. نحن هنيك بندرس بمراحل متقدمة اللغة الروسية بمنهاج المدارس الروسية، هنيك قواعدنا متقدمة، بنحكي فقط باللغة الروسية، بنشارك بنشاطات، أغاني، إلقاء شعر. من 4 نوفمبر كان عنا عيد الوحدة الوطنية الروسية، شاركت فيه، ألقيت شعر، كان عنا رقصات، أغاني. كتير مهم كان نحن أنه نشارك بهي المناسبة، هي كانت مناسبة كتير مهمة، كانت بال 1612 وقت اتحدوا الفقراء والأغنياء بروسيا لحتى يطلعوا العدو من الوطن ونجحوا، ولحد الآن روسيا حرة. بالإضافة أنه نحن بالبيت بنحكي اللغة الروسية كرمال دائما نضل متذكرينا ونطورها. أنا بشارك بكتير مسابقات، منهم المسابقة العالمية إستوكي اللي أقامتها روسيا، أخذت فيها الجائزة بالمركز الأول لإلقاء الشعر. ألقيت شعر روسي عن الحرب العالمية الثانية بعنوان جدي مينا، كان شعر كتير مميز، عطى فكرة عن الحرب العالمية الثانية وقديش كانت صعبة، لكن بالنهاية انتصر الاتحاد السوفيتي. أيضا شاركت بمسابقة عالمية روسية أقامتها روسيا بالشيء المتعلق بالتراث الروسي أو بالتاريخ الروسي، كانت إنه رسم، فأنا قدمت لوحة من المعجون للساحة الحمراء، كان فيها أيضا التمثال للوحدة الوطنية. كمان أنا بشارك بكتير فعاليات بالمركز الثقافي الروسي مثل إلقاء شعر، الخط الروسي، وأيضاً كتير من المسابقات الثانية. هلأ رح ألقي قصيدة روسية بعنوان كنيناشم للشاعر نيكولاي زيكوف. هي قصيدة قديمة، كانت من العصر الذهبي للشعر الروسي، كان سببها أنه الحضارة الروسية قديش هي قديمة وعريقة، بالإضافة أنه نضف لها كتير شغلات مميزة عبر الزمن، لكن كتير في ناس من الغرب حاولوا أنه يأثروا على هي الحضارة وأنه هنا يمحوها، هذا التاريخ، أجدادنا، الحروب اللي كانوا يقيموها، يعني كل شيء، العادات، التقاليد، لكن بالنهاية لحد الآن كله هذا صامد، والشعب الروسي كتير عم بيحافظ عليه. كنيناشم نيكولاي زيكوف. أوفي которые хотите преобразить, испортить нас и онемечить Русь, внемлите, простосердечный мой возглас. Кто б ни был ты, одноплеменник и брат мой, жалкий ли старик, ее торжественный изменник, ее надменный клеветник, или ты, сладкоречивый книжник, оракул юношей невежд, ты, легкомысленный сподвижник беспутных мыслей и надежд. И ты, невинный и любезный, поклонник темных книг и слов,
восприниматель достослезный чужих суждений и грехов. Вы, люд заносчивый и дерзкий, вы, опрометчивый оплот учения школы богомерзкой, вы все не русский вы народ. Не любо вам святое дело и слава нашей старины. В вас не живет, в вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине. Не тот огонь чистейший, пламень ясный восподнимает. В вас живет любовь не к истине, не к благу. Народный глаз, он Божий глаз. Не он рождает вас отвагу. Он чужд, он странен, дик для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, надежда, сила, крепость наша, ничто вам. Русская земля от вас не примет просвещения. Вы страшные, вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не вам ее преобразить. Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить. Умолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, и русский Бог еще велик. مرحبا, أنا اسمي مرح أسامة النبهان, بدرس بثانوية الباسل للمتفوقين. أنا صف ثامن, صار لي سنتين بدرس اللغة, وهي اللغة كانت أصلاً اختيارية وقت فتنا على المدرسة بين الفرنسي والروسي, وأنا اخترتها برغبتي لأنه أنا حابة أتعرف على الثقافة الروسية وحابة أشارك في دول النشاطات الحلوة اللي الكل بيشارك فيها. وحابة اطلع على روسيا, وفي بنت عمتي طلعت على روسيا وشجعتني اني اطلع انه فوت روسي وشارك بهدول النشاطات. Здравствуйте, انا اسمي بتول عيسى, بدرس روسي تقريبا من سنتين بمدرسة ثانوية الباسل المتفوقين. انا بلشت دراسة تقريبا من السابع وبدرس بالمركز الثقافي الروسي. انا حبيت اختار هي اللغة لان لغة حلوة وممتعة, و انه مشان اطلع اسافر لبرا بعثات بس اكبر. انا سافرت على بيلاروسيا وقت بالصيفيه الماضيه, تعرفنا على ثقافات هنيك كثيره. هو كان معسكر زبريونك, معسكر صحي ترفيهي, فكنا نخضع ليوم وروتين كامل. الصبح كنا نفيق بكير, نعمل رياضه, نفطر, بعدين نروح على المركز الطبي ونعمل فحوصات هنيك كل يوم, وبعدين نرجع نلعب ألعاب رياضية, ناخذ استراحة ونرجع نتغدى, بعدين كنا نروح نلعب مع الروس ونتعرف على ثقافات ونحكي معهم وهيك, وبعدين كنا نروح ناكل وجبة العشاء, وآخر شيء كنا نعمل حفلة صغيرة نحن والروس, أو نجتمع حول نحن والروس يعني ونتسلى ونحكي هيك ثقافات ونتعرف على لغات بعض. كانت سفرة ممتعة وحابة عيدها مرة ثانية, وإن شاء الله بعيدها أنا ورفقاتي كلياتنا. مرحبا, أنا نجواء دويري, أنا بالصف السابع باللغة الروسية. أنا بمدرسة الباسل المتفوقين, حبيت أدخل على هاي المدرسة لأنه هي مدرسة مميزة بدمشق, وحبيت فوت على هاي اللغة لأنه أول شيء بابا عمل دكتوراه بروسيا, فهو كتير بيعرف روسي وبيعلمني روسي, وأنا بحب هاي اللغة من وقت اللي كنت صغيرة, وهي لغة فيها إنه كتير متحضرة, فأنا حابة بالمستقبل سافر على روسيا ومني حضارات كمان ببلدي. أنا الطالب أحمد صافر مدرسة الباسل المتفوقين الصف التاسع. أنا الطالب علي شاعر مدرسة الباسل المتفوقين الصف التاسع. أنا الطالب ميار عبد الله مدرسة الباسل المتفوقين الصف التاسع. اليوم حنقدم شعر أوشنيبا للشاعر بوشكن. أوشنيبا أوشني الدشالة أوشريجة سونيشكا بلستالة كاروتشة ستنوفيل سدين لسوف تانزفيني يسين سبتشارنم شمم أبنجالس لجنسة نابالاتو ما جوسي كريكليفا كرفان
تنوسا كيوغو بلازالا دافونا سكوتشنا يا برا ستايانا يا برا وشكوت برا. أنا سنة خضر من الصف السابع بثانوية الباسل المتفوقين. حبيت أتعلم اللغة الروسية لأنه بروسيا كتير في تطور بالعلم وإنجازات وثقافات كتير حلوة، فحبيت أنا أتعلم هي اللغة وصير من الطلاب الأوائل وسافر على روسيا وتعرف أكثر على هدول الثقافات اللي كتير حلوة. زدرازفورتي، أنا اسمي ماري غزوان ديب، بثانوية الباسل المتفوقين صف ثامن، تقريبا صار لي سنتين بدرس اللغه الروسيه. بصراحه انا دخلت اللغه الروسيه انه حسيت انه هي لغه كثير ممتعه وجميله، وكمان انا بنات خالتي تعلموا اللغه الروسيه وسافروا على روسيا وهن شجعوني ادخلها. بصراحه كنت خايفه ادخلها لانه انا عندي بالبيت ما في حدا انه روسي، كلهم فرنسي، فخايفه انه ما اعرف اتعلم منيح. بس بفضل الانسه مريم صارت تعلمنا مفردات كثير وخلتنا نتجاوز كل الصعوبات، وبصراحة كانوا يخافونا كثير من اللغة، يقولون انه هي لغة صعبة لانه جديدة ما حدا بيعرفها، يعني ما كثير منتشرة هون عندنا بالشام. بس بصراحة بعد الممارسة وقت الواحد يضل يمارسها ويكون في شغف وحب بيصير يحسها سهلة وما عاد بيحسها صعبة. وصراحة انا حابة انه كمل باللغة وسافر ان شاء الله لبرا واتعلم روسي هناك وادرس بالجامعات الروسية. مرحبا، أنا اسمي مريم محمد، مدرسة اللغة الروسية بثانوية الباسل المتفوقين. طبعاً هون اللغة عم تدرس من السابع للبكالوريا لجميع المراحل الإعدادية والثانوية. طبعاً أنا خريجة أدب روسي من جامعة دمشق كلية الآداب، تخرجت منها بعام 2019 وكنت بمعدل عالي جداً. طبعاً أنا تلقيت رحلة كوني أنا كنت من الطلاب المتفوقين بالجامعة، دعتني جامعة سينيرجي إلى روسيا. طبعاً طلعت أنا ورفقاتي على روسيا، كانت رحلة لمدة أسبوعين، وهذا الشيء كتير كان شيء إيجابي لإلنا كونه هي لغة، يعني لغة جديدة على البلد، يعني كان تعلمها مو بالقبر السهل، يعني هي لغة حلوة ممتعة لكن كان كتير فيها صعوبات. فرحنا وقت طلعنا هي الرحلة كتير رحنا تعلمنا، رحنا عادات تقاليد، شفنا كتير أشياء حلوة انجذبنا إلينا انجذبنا إليها، فهذا الشيء كتير أثر إلينا إلنا وعطانا كتير مقومات لحتى نتعلم على هاي اللغة أكثر، يعني بحب وفعالية واندماج أكثر. طبعاً هون إحنا عنا بالثانوية في عنا طلاب عم تتعلم هاي اللغة من السابع للبكالوريا، في عنا طلاب كتير مميزين عم يتعلموا هاي اللغة، عم يقدموا أشياء كتير رائعة جداً. في طلاب عم تسافر، في طلاب عم تطلع رحلة علمية على معسكر أرتيك، وفي طلاب عم تحصل على شهادات كتير رائعة كونه أنه مثل ما قلت مسبقاً أنه هي لغة، يعني لغة مانا سهلة وبنفس الوقت هي لغة ممتعة، لكن هي فيها صعوبة كتير، فيها صعوبات من كتير اشياء، لكن الطلاب عنا كتير مميزين كتير عم يقدروا يتخطوا هاي الصعوبات بتميزهم بنجاحاتهم. وانا اكيد بشجع كل الطلاب على تعلم هاي اللغة، هي اللغة الروسية احدى 6 اللغات المنتشرة عالميا، واكيد يعني بوقتنا الحالي صار تعلم اللغة ضرورة ملحة يعني لكل العالم، فأكيد هي اللغة لغة كتير حلوة. وأنا بتمنى من كل الطلاب يلي عم تختار هلأ تختار اللغة الروسية كونها هي لغة اختيارية ثانية بعد الإنجليزي، فأنا بتمنى من كل الطلاب تختار هي اللغة.